السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. في هذه الحلقة معي ضيفي الكريم الكابتن محمد الدال، المشرف العام على قطاع البراعم بنادي حرس الحدود. أهلا وسهلا كابتن محمد. أهلا بك يا كابتن. أخبارك ربنا يبارك فيك الله يخليك. كله تمام الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك فيك. ده نور حضرتك ربنا يبارك فيك الله يخليك. طبعا اسبوع نادي الزمالك بفوز باسكت او سله الفريق الاول بنادي الزمالك ببطوله دوري المحترفين، وطبعا نهنئ ونبارك نادي الزمالك باستحقاقه الفوز المستحق على الاتحاد السكندري وحصوله على بطوله دوري المحترفين هذا الاسبوع. وطبعا ما ننساش طبعا كره القدم بعد فوزه على نادي مصر المقصه. اخبارك يا كابتن محمد؟ والله الحمد لله ربنا. حرس الحدود بعد ما كان راكب الممتاز بالمجموعه الثالثه مجموعه بحري والاسكندريه للاسف الشديد خساره غير متوقعه على ملعبه من كفر الشيخ طبعا. وطبعا احنا عايزين نقوله فرقه حسم، ولكن هو فاضل مباراه لسه فاضل في امل برضو. يعني انت يعني رايك في ايه قبل ما اتكلم على الممتاز بيه؟ هو قدر الله ما شاء فعل. تمام. وكانت فرصه كبيره جدا، بس طبعا الظروف ما خدمتناش واللعيبه لعبوا تحت ضغط كبير قوي، والماتش ده راح مننا بصراحه. تمام. فبرضو عندنا لسه في امل على الورق والحاجات دي. تمام. وفي الملعب لسه في امل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طبعا المجموعات الثلاث تشتعل، وبالاخص في طبعا في قاع الجدول وقاع الترتيب. طبعا المجموعه الاولى وهي مجموعه الصعيد الشرقيه للدخان ما زال متصدرا هذه المجموعه، وهي المجموعه الاولى برصيد 56 نقطه، ويليه نادي المنيا بفرق نقطتين ب 54 نقطة. طبعا الألمنيوم في المركز الثالث، ولكن الشرقية للدخان خلاص هيلاعب فرقة برضو مش عايزين نقوله فرقة هبطت، ولكن الأمل ما زال باقيا. ولكن بنرشح نادي الشرقية للدخان ليكون صاحب بطاقة الصعود للدوري الممتاز. المجموعة الثانية كوكاكولا مباراة عصيبة، ويواجه نادي الترسانة بميت عقبة، مباراة هي مباراة الموسم، والفرصة يعني فرصة جات لطبق من ذهب لنادي كوكاكولا، وطبعا هيمسك في هذه الفرصة ليكون صاحب بطاقة الصعود عن المجموعة الثانية مجموعة القاهرة وخط القناع. طبعا يتزايل هذه المجموعة وهبط رسمي نادي طنطا طبعا النادي العريق، ومعه نادي النجوم وسيرس الليان والزرقاء، سيواجه جمهورية شبين على من سيتم بقاؤه في الدوري الممتاز به. المجموعة الثالثة وهي الأخيرة فاركو، والذي حسم بطاقة الصعود بشكل كبير ومتبقي له مباراة، والحرس يتمسك بأمال الآخرين. طبعا الهبط رسمي في هذه المجموعة بيلا بني عبيد، مليك كفر الزيات والجزيرة ضمن والجزيرة مطروح على أعتاب الهبوط للدرجة الثالثة. كابتن محمد أخبارك؟ والله الحمد لله منورنا المرة الثانية. ربنا يبارك فيك نور حضرتك برضو فيك. عايز أتكلم عن البراعم كابتن محمد والوضع الموجود داخل الساحة وداخل المجال، لأن البراعم دي نواة للنادي ونواة حقيقية. طبعا اللاعبي البراعم طبعا في مراحل تعلم، للأسف الشديد بندخلهم جو المنافسات في وقت طبعا غير مسموح ليه في السن المبكر لهؤلاء البراعم. فأنت رأيك في جو المنافسات في هذا التوقيت؟ طبعا هي زي ما حضرتك قلت هي مرحلة تكوين وتعلم بالنسبة للولاد. تمام. فللأسف بكررها أن الناس كتير قوي بتحط الولاد تحت ضغط، بعض المدربين تمام وبعض أولياء الأمور أو كل أولياء الأمور بيحطوا ولادهم تحت ضغط باستمرار، لدرجة إن الولد وهو بيطلع من الملعب لو ما لعبش كويس أو ما حلفوش التوفيق أو انهزم حاجة زي كده، الولد بيبقى من ولي الأمر بيبقى متأثر جدا، ممكن ما بينامش الليل، ودي تمام. مرحلة منتهى الخطورة بالنسبة للمرحلة بتاعت الولاد البراعم. إحنا بنأكد على القصة دي إن المرحلة دي مرحلة تعلم. تمام. وان انت بتوسع قاعده الولاد بالنسبه لبتوع البراعم، ما بعتمدش على 7 ولاد بس اللي هم بيلعبوا، لا بعتمد على 7 وكمان 7 تانيين، يبقى عندي 21.
في الاخر خالص انا لما بلعب في الملعب بتاع 11 بفز الولاد دي. تمام. طبعا بدون ضغط، بدون عصبيه، بدون اي حاجه من دي. تمام. الانتقاء، الانتقاء، انتقاء اللاعبين، البراعم طبعا، على اي اساس يتم اختيار وانتقاء اللاعبين من الاختبارات؟ والله برضو عمليه الانتقاء احنا مثلا هنقول عندنا في اسكندريه او في نوادي اسكندريه بنخش بعمليه الاختبار وبياخدوا بعض الولاد. انا ليا وجهه نظر في الحته زي دي، انا باخد الولد اللي قابل على التعلم، اللي هي مرحله التعلم بالنسبه للولد. تمام. انت بتعلمه زي ابني الصغير، بتقول له ما بترميش ورقه، مش ورقه، قول لعمه ميرسي لما تاخد منه بونبونايه، مش عارف ايه بتقولها له. لو الولد مش قابل للتعلم وكل مره بيكرر الخطا يبقى مش هيبقى لعيب كويس. تمام. لان احنا لسه يعني هي المرحله دي مرحله انت بتعلم الولد وبتديله، لان الممري عنده فاضي فبتملوه له بالكره، واخد بال حضرتك؟ ففي الاخر خالص بتيجي بتقيم العمليه زي دي بعد تمام. فتره. طب الولد لو جسمه كويس والصيد بتاعه كويس جدا، انا ممكن اعتمد على الجسم غير ما اعتمد على جسمه ضعيف جدا والجسم ضعيف ده قمه المهاره؟ طب ما انا ممكن بعد سنه سنتين الولد ده هتجيله الطفره، يفرق وهيفرق. ودي بتحصل مع ناس يعني مثلا ورد. افتكر كده في مقابله اتقابلنا قبل كده مع بعض. تمام. ولقينا في ولد كويس جدا واحنا بنلعب في الدوره اللي احنا كنا بنلعب فيها في اليوم ده الجميل اللي قضيناه مع بعض. تمام. فالولد في ولد كويس جدا انا لاحظته، قالوا لي يا كابتن ده مشي من الحرس، كان ولد كان نايب كويس جدا مميز في 2009 فرويد، عينينا جت عليه فعلا لفت فرويد هايل ازاي. فانت لانك انت بتبص على حته الجسم من الصغر، عشان كده بقول احنا لسه في مرحله تعلم، ابتدي علم. وفي مرحله لو الولد مش قابل للتعلم هنقول متشكرين شكرا، انما مش بالجسم. معلش في لعيبه كويسين او اجسامهم صغيره ممكن تشتغل مع التدريبات، ممكن تشتغل مع مش عارف ايه كلام من ده، التوافق العضلي العصبي، التردد الحركي، الفوت ورك بتاع رجليه. بس بعض المدربين يا كابتن محمد بعض اعينهم بعض على الصيل اللاعب، بعض جسم الولد عنده رقم واحد، لا اما المهاره ده لا اعلمه تمام، استغل البنيان القوي عشان يفرق معايا. بص بقى في النتائج اللي احنا لسه بنتكلمه، جو المنافسات يعني هنوصل في مرحله، لما نيجي نوصل في مرحله الطفره بتاعت البلوغ، وبعد ما اوصل بعد ما عندي 15 16 سنه كلنا هنتساوى. تمام. ولا فحرمنا ولد مثلا موهوب او مثلا مهاري كويس بس جسمه صغير، ما انا ممكن اشتغل عليه شويه. للاسف احنا مش عايز اقول احنا مش عايزين نشتغل. تمام. احنا مرحله تعلم فاحنا اللي نطلع الناس اللي فوق، فلازم تصبر على الولد. تمام. وعين تشوف خطا وتصلحه له، وبعد كده ابقى حاسب نفسي وحاسب الولد. تمام. لما ياخد كم كبير من المهارات ومن التدريبات ومن الشغل اللي ممكن يفيد الولد، في الاخر احنا المكسب لينا احنا. اكيد هنكسب لعيب. اكيد طبعا. وفي عندنا كتير قوي مثال زي ما قلت لحضرتك، الولد اللي احنا شفناه في الملعب وانا ببص عليه ازاي مشي يا عمر. تمام. معنا الاتصال تليفوني الناقد الرياضي الكابتن اسلام محمد. اهلا وسهلا كابتن اسلام. حبيبي يا كابتن احمد، بمس على حضرتك، بمس على ضيفك الكريم، بمس على كل متابعين ومشاهدين قناه الصحه والجمال، بمس على كل فريق العمل المحترم لقناه الصحه والجمال. اتفضل يا كابتن احمد. كابتن اسلام، طبعا النادي الاهلي طبعا وتداعيات المباراه النهائيه، الى اين وصل بعض المعلومات؟ طبعا وصلت بعض المعلومات طبعا بعدم اقامه المباراه، باقامه المباراه، في مشاكل في نقل المباراه، في دوله طبعا منعت استضافه هذا اللقاء. ايه هي اخر الاخبار كابتن اسلام؟ خليني اقول لك يا كابتن احمد، في البدايه ان طبعا البطوله المفروض المباراه النهائيه كانت هتقام في المغرب، وده طبعا اخر قرار طالع من الكاف، مش من دلوقتي بس، ده من فتره طويله. تمام. خليني اقول لك ان السلطات المغربيه طبعا بعد موضوع فيروس كورونا وزياده الحالات، وكمان خصوصا السلاله الجديده اللي ظهرت في جنوب افريقيا في معقل فريق كايزر تشيفز، الحقيقه السلطات المغربيه في حيره من امرها، هل يخلوا المباراه عندهم النهائيه وتتلعب في ملعب مركب محمد الخامس، ام يعتذروا، ام يخلوا المباراه في اخر شهر يوليو تكون السلاله اللي في جنوب افريقيا اختفت تماما او قلت شويه، طبعا منع الانتشار فيروس كورونا. تمام. هو ده اخر المستجدات اللي جاي لنا من الكاف ومن المغرب،
فهل هنشوف المباراه ممكن تتنقل في الكاميرون بالتحديد على ملعب دوله الكاميروني، لان هو ده الملعب الوحيد اللي متاح خلال الفتره الحاليه ان المباراه ممكن تتلعب عليه. تمام. كابتن اسلام، برضو اخبار النادي الاهلي، طبعا ما هي الكواليس حاليا داخل جدران النادي الاهلي؟ خلينا بس كابتن احمد قبل ما نخش في النادي الاهلي، خلينا نبارك طبعا لفريق نادي الزمالك، رجال نادي الزمالك، فريق الباسكت، فريق محترم جدا، معاهم مدرب على مستوى عالي جدا. نبارك للكابتن حسين لبيب واللجنه المؤقته اللي موجوده، اللي عايز اقول لحضرتك عامله شغل هايل جدا خصوصا في العاب الصالات. طبعا عايز اقول لك كمان ان جمهور نادي الزمالك تقريبا فرحان ببطوله السله، سواء بطوله افريقيا في السله او بطوله الدوري السوبر السله، اكتر من فرحه الاهلي كمان بمباراه دوري ابطال افريقيا او بكاس افريقيا. خلينا اقول لك ان الجمهور كمان يعني بدا كمان ان هو يتشبث كمان بلاعيبه بلاعبي فريق الصالات في نادي الزمالك اكتر من فريق كره القدم. فنتمنى لهم طبعا كل التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله في العاب الصالات باذن الله. ان شاء الله. اخر اخبار النادي الاهلي كابتن اسلام، هنتكلم عن النادي الاهلي بقى النهارده ان شاء الله. الاهلي رجع طبعا للتدريبات النهارده. عايز اقول لك برضو خبر حزين طبعا واحزن طبعا معظم الاهلاويه طبعا، اصابه الكابتن وليد سليمان بتمزق في العضله الخلفيه، للاسف هيغيب من 3 أسابيع لـ4 أسابيع الفتره اللي جايه. للاسف تاني نهائي على التوالي الكابتن وليد سليمان يغيب فيه بسبب موضوع الاصابه. الف سلامه على الكابتن وليد. الف سلامه عليه طبعا، لعيب محترم سواء داخل غرفه الملابس او خارج غرفه الملابس. كمان عايز اقول لك كمان يا كابتن احمد ان مستر موسيماني كان هيعتمد على الكابتن وليد سليمان كمان الفتره اللي جايه، لان هو مستر موسيماني باصص على المباراه النهائيه، وكان عايز الثلاث اربع مباريات اللي هم يتلعبوا في الدوري، سواء مباراه سموحه، سواء مباراه بيراميدز اللي هتتلعب الخميس، سواء مباراه المقاولين. كان مستر موسيماني طبعا هيعمل روتيشن بنسبه كبيره جدا عشان طبعا يقدر يجهز كل اللعيبه كمان للمباراه النهائيه. فخلينا طبعا كمان نقول ان الكابتن محمود الخطيب دايما متواجد داخل النادي الاهلي، دايما متواجد كمان مع الفريق. رسائل دعم كابتن احمد عايز اقول لك من بعد كمان مباراه الترجي التونسي، عايز اقول لك المباراه خلاص خلصت بحلوها مرها، الاهلي صعد للمباراه النهائيه، الاهلي لم يتوج بالعشره. بعد كل الرسائل اللي طالعه من النادي الاهلي، خلينا ننسى مباراه الترجي، خلينا نركز على مباراه كايزر تشيفز، سواء هتتلعب يوم 17 او زي ما اتحاد الكوره عايز ان هي تتلعب يوم 14 كمان. ده اللي طالع من الاتحاد ان هو عايز المباراه تتلعب يوم 14 يا كابتن احمد، عشان لعيبه الاهلي اللي هتنضم للمنتخب الاولمبي كمان. ان شاء الله كل التوفيق والامال للنادي الاهلي وفوزه ببطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن اسلام محمد الناقد الرياضي. كابتن محمد الدال، طبعا عايز اتكلم عن المدربين والاكاديميات اللي واخده البراعم، وهؤلاء المدربين بدون رخص او دورات تدريبيه، ولكن بالسوشيال ميديا يعمل اعلان ممول على صفحه الفيسبوك او التواصل الاجتماعي، وبيلم لعيبه وبيبدا يشتغل من لا شيء، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، لا يعطيه، بدون دورات، بدون حصر على دورات، ومعاه اولادي ناس امانه، فاحنا ننصح بايه؟ احنا لازم نركز الاول على ولي الامر. ولي الامر اولياء الامور النهارده معلش متسرعين قوي في ولادهم، وللاسف انا بشوف ولاد كتير قوي بتلعب في كذا اكاديميه وما بيكتفيش بشغل النادي اللي هو بيدوله. هنا عندنا في مشكله او في خطر. انا كمدرب في النادي بشتغل مع الولاد، ليا سيستم معين وليا طريقه معينه وليا اسلوب معين. النهارده لما ابنك انت النهارده في اليوم بتاع الراحه بتاعته بتاخده وتوديه اكاديميه تانية، وساعات كمان اقسم بالله حقيقي بعد ما بيخلص تمرين بينزله يتمرن مع، بعد ما يخلص تمرين نادي بيروح يتمرن مع اكاديميه. والله احنا لقينا برضو لفته طيبه كابتن محمد من منطقه الاسكندريه، طبعا برئاسه الحاج عامر حسين، عامل شغل كويس جدا، هو الاستاذ حسن اسماعيل مدير تنفيذ المنطقه، عاملين دوره تثقيفيه للمدربين، يعني دي حاجه كويسه، حاجه ممتازه جدا. شهادتي مجروحه في ان انا اشتغلت مع الحاج عامر في نادي سبورتنج. بصراحه يعني يعتبر اب لنا احنا بالنسبه للكره، والباب بتاعنا بتاع الكوره زي ما بيقولوا، هو خدوم وبيغلب قبل الكبير. خلي بالك حضرتك مش الدوره دي، ده كل مره يعمل الدوره يعني دي.
حاجه لفتت الانظار، حاجه كويسه جدا. ما شاء الله المدربين برضو في تغير بقالهم فتره كبيره عن المجال. دوره تثقيفيه بالنسبه للناس، وبعدين كمان حتى انتقاء للناس دي برضو اللي حضروا الدوره. أيوة. غير الدوره اللي بالفلوس بالرخصه اللي هم انا دخلت دوره مثلا سي او بي دفعت فلوس بخلاص انا بكره عايز امسك فريق اول. صح، لا ما ينفعش مطرح الكابتن فلان الفلاني او ما ينفعش. فهو النهارده مشكورا هو والناس بتاعت المنطقه كلها بقياده الحاج عامر حسين ان هم عمل الدوره دي. الدوره دي اخد حتى الناس اللي هي محققين نتائج. طب كويس، دي حاجه برضو حاجه كويسه طبعاً. وحاجه ملفته للنظر. واحنا طبعا بنحيي طبعا الحاج عامر حسين على هذا المجهود الرائع طبعاً طبعاً. وبالاخص لمدربي منطقه الاسكندريه لكره القدم. كابتن محمد، قبل ما اختم مع حضرتك، حابب توجه شكر خاص في المجال لمين؟ طبعا زي ما حضرتك ما قلت كده، طبعا بنوجه الشغل النهارده منطقه اسكندريه. تمام، دي رقم واحد. النهارده انا بوجه شغل مدربين اسكندريه اللي بتشتغل بجد وبجهد كبير وبعلم ودراسه، ودي عامله طفره كبيره. وبخص بالظبط كده مدربين البراعم، لان هم عاملين طفره كبيره قوي في حته بتاعت البراعم. واحنا عندنا يمكن عندنا براعم بتاع اسكندريه بسم الله ما شاء الله عليهم في تقدم باستمرار ان شاء الله. ان شاء الله. وبعدين بشكر حضرتك ان انت بتديني الفرصه. لا ده انت يعني بنشكر الستاف بسم الله ما شاء الله عليهم. الله يخليك محمد، الشخصيات الجميله والله يعني ربنا يبارك فيك. طفره في قطاعات البراعم بالامانه ده من حسن حظي بيك. ربنا الله يخليك يا كابتن، حضرتك ربنا يبارك. حابب تشكر اخيرا حد خارج المجال؟ اشكر اسرتي واللي هم مستحملني مستحملنا كلنا بصراحه. يعني هم مظلومين وانا ظالمهم، لان هم بيختاروا واحد بتاع كوره، فبتوع كوره يعني لا بيسيفهم ولا بيروحوا هنا ولا هنا، ومحطوطين على طول في لدرجه يعني حتى الماتشات بتاعت حتى الفريق الاول الحرس بيتشدوا معانا جامد قوي قوي. طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيفي الكريم العزيز الكابتن محمد الدال المشرف العام على قطاع البرعم بنادي حرس الحدود. شكرا جزيلا كابتن. شكرا، كتر خيرك، متشكرين لكم مش للصف كله. شكرا لك. هنطلع لفاصل من اختبارات نادي ابو قير الرياضي احد انديه منطقه الاسكندريه في القسم الرابع، واختبارات في مدينه ايتاي البارود بمحافظه البحيره. وفي الفقرة الثانية نستقبل ضيوفي الكرام. هنطلع سريعا لهذا التقرير ونستقبل ضيوفي الكرام في الفقرة الثانية. كابتن احمد فواز وكل العاملين في الصحه والجمال ملاعب بلدنا. ايه رايك النهارده في اختبارات النهارده كابتن شكري؟ والله دي اول مره اختبارات في تال بارود السنه دي، وكان كنت اتمنى العدد يكون ازيد من كده عشان يستفيد كل ناشئ في تال بارود، ولكن العدد برضه عشان في امتحانات وفي شغل جامد عندنا هنا، اولاد طبعا بتشتغل وكلام من ده، فالاختبار بس طلع ظهر برضو بالصوره كويسه وطلعنا اولاد كويسين هيروح معانا ان شاء الله النادي باذن الله ويكونوا ضمن الفريق ان شاء الله السنه دي باذن الله. مبهج عند الكابتن شوكت، حاجه عاليه خالص ولاعيبه تمام التمام كمان، يعني بسم الله ما شاء الله كده يوم حلو ولاعيبه كويسين. اخترت لعيبه يا كابتن؟ اخترنا من 2009 اول ناس نزلت اختبارات، خدنا 2009 خدنا منهم حوالي خمس اولاد، وال 2010 خدنا منها 3 4، حاجه كويسه يعني، لعيبه عاليه كمان. الحمد لله هو يوم كويس وكان في عدد لا باس به، والحمد لله اخترنا حوالي 18 لاعب على مختلف المراحل السنيه ولعيبه كويسه، وان شاء الله هيبقوا داعمين معانا في النادي ان شاء الله. والله احنا بنحاول بنعمل اختبارات دلوقتي وبنجمع لعيبه وبنشوف لعيبتنا، وبعد ما نعمل لعيبتنا هنعمل معسكر كويس، معسكر اعداد كويس، وهنعمل فتره اعداد كويسه، هنجهز الفرق كويس قوي السنه دي، معانا نخبه مدربين كويسين ومدربين عاليه، ما بسمعش لاي مدرب يشتغل بالصدفه الا مدرب خبره ومدرب فاهم ومدرب كويس، والناس كلها عارفه مين هو احمد عبد العال وعارفه مين باختياراته بتبقى عامله ايه. ماشي، فان شاء الله السنه دي هنحقق حاجه كويسه قوي 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 قوي. وطبعا كابتن احمد فواز، الا ما كانش كابتن احمد فواز ادانا الثقه بكده. ده حاجه مفيش انديه كتير في الدوري الممتاز بتنزل اقاليم زي دي كده ان شاء الله. اسمك ايه؟ علي سيد علي.
مواليد كام؟ 2008. ايه رايك في اختبارات النهارده؟ كويسه والله الحمد لله. ايوه حبيبي. ايه رايك في النادي؟ حاضر بس هيخلص. كويس الحمد لله والله. رجل من صلاح. مواليد كام؟ 2009. ايه رايك في اختبارات النادي النهارده؟ ما شاء الله كويسه يعني. ايه رايك في اختبارات النهارده؟ كويس. مواليد كام؟ 2010. الله عليك. مواليد كام؟ 2012. ايه رايك في اختبارات النادي؟ كويس. مواليد كام؟ 2008. كويس. مواليد كام؟ طبعا كان معنا تقرير من اختبارات نادي ابو قير الرياضي بمحافظه البحيره وبالاخص مدينه ايتاي البارود. طبعا انضم الي في هذه الفقره الكابتن عبد الغني عمر. انا وسهلا كابتن عبد الغني. اه بركه منورنا. والكابتن وائل الحلو. اهلا وسهلا كابتن وائل. بركه منورنا. والكابتن محمد الشرقاوي الشهير باركو. حبيبي حضرتك بركه احمد شرفت بالوجود معاك. طبعا عايز اتكلم عن الشغل الجبار والمجهود الرائع اللي انتم عاملينه في اكاديميه طبعا كذا سبورت او ذا جولد اكاديمي. حاجه مفرحه وحاجه يعني طيبه. وطبعا افرزتوا بعض اللاعبين الجيدين في اكاديميه ذا جولد اكاديمي. كابتن عبد الغني عايز اتكلم الاول عن قبل التدريب يعني السيره الذاتيه بتاعه عبد الغني عمر. بدايتك كانت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاول طبعا بتشرف بالوجود مع حضرتك. طبعا الله يخليك. انت من الناس المحترم الاعلاميين المحترمين المميزين. حبيبي كابتن. طبعا بدايتي كانت نادي المنصوره. لعبت 5 سنين في نادي المنصوره. بعد كده نادي الترسانه 6 سنين. 4 درجه اولى. 4 سنين ناشئين وبعد كده سنتين في درجه اولى. تمام. وبعد كده مشيت من الترسانه على اسمنت السويس اول ما نزل من الدوري الممتاز على طول. تمام. لعبت 3 سنين اسمنت السويس وبعد كده رحت الاسماعيلي 6 شهور. بس جت فتره الجيش كده الامور ما كانتش مستقره. ما ظبطتش. فالحمد لله يعني كله طبعا واحد بياخد نصيبه. فبعد كده لعبت في منتخب السويس سنه. تمام. وبعد كده لعبت في دومات سنه والرجاء ونابارو وحاليا بلعب في مينيت 8. تمام. كابتن وائل الحلو برضو عايز اتكلم برضو عن تاريخك حلو كده. الاول بتشرف بوجودي مع حضرتك طبعا كابتن. بشكرك جدا ان انت اديتنا الفرصه واستضفتنا معاك في البرنامج احنا واللعيبه اللي معانا والكابتن عبد الغني والكابتن شرقاوي. البدايه كانت في طبعا خريطة التربيه الرياضيه الاول تخص كره القدم. حبيبي رجاله التربيه الرياضيه دول. الله يبارك فيك. بقى كنت بنلعب في ناشئين المنصوره برضه في الاول وبعدين جيت الثانويه العامه وبطلت ولعبت درجه ثانيه وبعدين سافرت السعوديه. قبل ما اسافر كنت اشتغلت تحكيم برضه. حكمت الاتحاد الكوره وحكمت حوالي 7 سنين لحد ما وصلت درجه ثانيه وبعدين سافرت السعوديه اشتغلت في اكاديميه هناك تمام. ورجعنا بقى لنا سنه كده بدانا بالاكاديميه بتاعتنا والحمد لله يعني بقى لنا حوالي 10 شهور بس شغالين. طب كويس. وبعدين نتكلم عن الاكاديميه براحتك. تمام. كابتن اركو كلمني برضه عن السيره الذاتيه كلاعب. والله كابتن انا بدايتي كانت في غزل المحله في ناشئين غزل المحله وانا صغير. قعدت 4 سنين بعد كده رحت وادي دجله قعدت 5 سنين. كابتن محمد جمال طبعا كان مدربي انا غزل المحله وادي دجله. كان رئيس قطاع الكابتن علي ابو جريشه بقى طبعا. كابتن علي طبعا شخصيات محترمه جدا. بعد كده اتنقلت فتره في الدوري السوداني كده فتره قصيره يعني. طيب كويس. ورجعت على مصر بقى لعبت في مطروح ممتاز بيها ويعني رحت يعني دوست برضه شويه. وفي حاليا في مينيا سمنود مع طبعا انا عايز اتكلم طبعا لان كان معايا الكابتن محمد قدال وبنتكلموا عن المدربين. يعني كويس ان المدرب يعني درس تربيه رياضيه كان سيره ذاتيه كلاعب وداس في الملاعب. طبعا كل ده خبره كبيره بينقلها للاعبين. دي هتبقى حاجه مميزه طبعا وحاجه كويسه. عايزين انك تكون تربوي برضه الموضوع بيفرق كتير يعني. اكيد طبعا لما قلنا تربيه رياضيه طبعا يبقى خط احمر. لا تربويا انت عشان تتعامل مع الاولاد اللي هي في سن صغير شغل الاكاديميات مختلفه عن الانديه. تمام. في الاكاديميه انت مطالب ان تتعامل مع طفل عنده 4 سنين و5 سنين و6 سنين. فالطفل في السن ده لو محتاج فعلا مدرب بجد ومحتاج اب ومربي ومعلم يعني محتاج مجهود منك كبير جدا ان انت تحتويه وتحببه في اللعبه من هو صغير. تمام. وبعد كده تقدر توصله لمرحله كويسه لو حبك
هيعمل اللي انت عايزه. طيب عايز اتكلم برضو يا كابتن عبد الغني عن ذا جولد اكاديمي، وعاملين شغل كويس يعني، عندكم قرابه اعداد كتيره في الاكاديميه. شغل الاكاديميه شغال ازاي؟ المدربين طبعا دايسين في الملاعب، دراسات كتربيه رياضيه، برضو حاجه مبشره وحاجه مفرحه وحاجه ممتازه. طيب عايز اتكلم برضو عن شكل الاكاديميه، وضع الاكاديميه، نبذه كده عن الاكاديميه. طبعا زي ما الكابتن وائل تكمل لكلام كابتن وائل، طبعا احنا بقالنا 10 شهور تمام الحمد لله، فضل من عند ربنا. طبعا احنا من اكبر الاكاديميات اللي على مستوى الاهليه. عندنا مجموعه كويسه جدا، عندنا اكثر من 100 لعيب تمام، وعندنا مجموعه كويسه جدا 2006 و2007 و2008 و2010، عندنا ناس مميزه جدا طبعا. وفي خطوه كويسه جدا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، في شركه تسويق محترمه تمام من خلال انا والكابتن وائل وكابتن محمد ان شاء الله، عشان نعمل حاجه كويسه للاولاد. وطبعا بالنسبه لل 2006 عندنا اربع لعيبه، 2006 عندنا لعيب اسمه شريف وعبد الغني، يعني افرزت بعض اللاعبين الكويسين برضو. هو لسه في جزء ثاني نتكلم عليه كمان. عندنا مجموعه ثانيه طبعا في عبد الرحمن وفي محمد عبد الجواد وحلمي والليمبي، في مجموعه كتير طبعا مش عايز انسى حد. وعندنا برضو حراس مرمى مميزين جدا، فطبعا ان شاء الله الفتره الجايه في شغل كويس جدا ان شاء الله. نحاول ان شاء الله انا وكابتن وائل باذن الله نجتهد ونعمل اللي علينا، وان شاء الله نوصلهم حاجه محترمه ونودهم انديه محترمه. وباذن الله ان شاء الله الفتره الجايه في حاجه كويسه، وفي شركه تسويق محترمه باذن الله تعالى. دي الخطوه اللي جايه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. طب قبل ما اخش على الكابتن وائل الحلو معانا، طبعا الكابتن احمد الفخراني رئيس قطاع الناشئين بنادي المصري اف سي، احد انديه الممتاز به. اهلا وسهلا كابتن احمد. السلام عليكم يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله. كابتن احمد، بداتوا بالفعل في طبعا في تدريبات القطاع ولا لسه؟ ان شاء الله يا كابتن هيكون بكره ان شاء الله بدايه تدريبات القطاع باذن الله كابتن. ان شاء الله. طبعا في اجتماع غدا طبعا للمدربين للوقوف على طبعا بدايه القطاع، لان القطاع طبعا مستحدث طبعا الاعلان عن الاختبارات. طبعا في اختبارات ان شاء الله كابتن احمد في مدينه العريش طبعا ان شاء الله باذن الله، والقائمين عليها الكابتن صلاح عاطف والكابتن اسلام ايمن والكابتن محمد رباح وطبعا الاستاذه الاداريه فاتن اسماعيل. كابتن احمد، عايز اتكلم عن الاختبارات بالنسبه للنادي المصري ان شاء الله باذن الله، والخطه الموجوده هل هتكون في اكثر من محافظه ولا هتقتصر على الملاعب في مصر؟ والله يا كابتن ان شاء الله ربنا ييسر الامور كده ان شاء الله. الاهتمام قائم بجميع المحافظات مصر، احنا عايزين نجيب لعيبه من جميع المحافظات. والاختبارات احنا مش بنعمل اختبارات زي الانديه الثانيه، زي بقيه الانديه، انا مش عايز اتكلم عن حاجه. احنا الاختبارات حتى بدون مقابل عامه، يعني مش بنعمل اختبارات بيبقى فيها مقابل مادي، قد ما ان احنا نجيب لعيب كويس يتم تسويه بصوره محترمه وصوره كويسه ويفيد النادي في المرحله القادمه ان شاء الله. كابتن ان شاء الله. كابتن احمد، كابتن احمد برضو عايز اتكلم عن شكل المسابقات للموسم الجديد سريعا. طبعا في اتجاه لالغاء 2002 و2004، ولكن هذا الموسم هقول لك الغاء اربع مراحل سنيه في موسم واحد اللي هو 99 و2000 و2002 و2004 هتبقى شكل صعب، ولكن في مبدا الرفض داخل جدران الاتحاد المصري لكره القدم بالغاء هاتين المرحلتين. انت ايه رايك كابتن احمد؟ والله يا كابتن المفروض اللي يتم ما يتمش الغاء اي مسابقه من المسابقات، لان بيبقى فيها ظلم كبير للاعب، اللي هو يعني مثلا لعيب لو لغينا تم الغاء 2002 هينضم 2001، هيبقى هيلعب في مسابقه 2001، مش هيبقى فيه الفرصه الكافيه ان اللعيبه تبقى لعيبه المرحله مظلومه بالفعل يعني. تمام. نتمنى من الله عز وجل ان جميع المراحل يتم المشاركه في المسابقات فيها،
عشان برضه يبقى ناتج كويس للمنتخبات فيما بعد يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن احمد الفخراني رئيس قطاع الناشئين بنادي المصري في سي احد انديه الممتاز به. كابتن وائل برضه عايز اتكلم عن اللاعبين اللي تم انتقائهم وتسويقهم لبعض الانديه، يعني عايزين نتكلموا عن اللعيبه اللي طلعت من اكاديميه ذا جولد، يعني حاجه كويسه كده، عايز اتكلم عن بعض اللاعبين. اتفضل. الحمد لله احنا بقالنا دلوقتي زي ما بقول لحضرتك 10 شهور بس شغالين. طبعا مركزين فيهم جدا على الشغل البدني والشغل المهاري والخططي. تمام. فعايزين وقت للاولاد طبعا، ان في اعمار صغيره جدا، في 10 سنين و8 سنين وفي من 4 سنين موجود 6 سنين. تمام. فكل الفتره اللي فاتت كلنا مركزين على ان احنا نجهز الاولاد لفتره الصيف اللي فيها التأهيل والتسجيل في الانديه والكلام ده كله. تمام. فكانت اول خطوه لنا الحمد لله في مع كاسياس اللي هو محمد عبد السلام. تمام. وبلال خلاف. لاعبين كويسين، احنا هنصرفهم فقره ثالثه. هيكون الفقره اللي جايه ان شاء الله معانا مع حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. فدول اول خطوه لنا ان شاء الله، احنا بدانا بالاثنين دول، وزي ما الكابتن عبد الغني قال برضه ان احنا عندنا لعيبه متميزه جدا في 2006 و2008 و2009 و2010. ان شاء الله بنجهزهم، وان شاء الله يكون لنا نصيب تاني ان شاء الله لحضرتك وتشوفهم برضه، ونتشرف ان القناه توصل عندنا لحد القريه في الكوره. نقول والله نغطوا، احنا بنغطي جميع انحاء الجمهوريه، وده شرف يعني من العريش لسينا لاسكندريه. جميل جدا فعلا، يعني بحيره ان انت توصل للارياف، يعني انك توصل للارياف دي يعني اللاعب الريف النهارده عاد عنده فرصه كويسه. اكيد طبعا، ان معاه مدرب كويس ومدرب واصل وتعامل مع الناس بيقدر يوصل له برضه القناه اللي حضرتك هتبعتها لنا لحد عندنا مثلا زي ما حضرتك بتقول، فخلاص اصبح عنده فرصه ان هو يتنقل زي ما انا بقول بتثبتها يعني. لا ثبتها. لا هنروح ما تقلقش. هتجيلنا ان شاء الله، هتشرفنا ان شاء الله. حبيبي ده فرصه كويسه جدا ان اللاعب يلاقي عنده تسويق لحد عنده يعني. اكيد طبعا. شيء جميل جدا من حضرتك يعني. اكيد طبعا. في لعيبه كتير بتتظلم طبعا. اكيد، وبالاخص اللعيبه المميزه يعني في منطقه الشرقيه او البحيره. المنصوره طول عمرها ولاده من اللعيبه صراحه. في لعيبه جامده جدا يعني. انا مثلا واحد من الناس عندي اخويا انا تمام، كان هيبقى احسن من احسن فرده في مصر انا من وجهه نظري انا، بس هو ما خدش فرصته. طب اركو شافه؟ اه. طب عارف حاجه ولا عارف ولا ايه؟ فاهم وجهه نظري؟ ها كويس. عمر اخويا ده الصغير، انت فاهمني؟ يعني انا واحد من الناس انا زعلان ان انا ما كنتش برس معاه من البدايه. تمام. فاهمني؟ جه وقت عليا كده وانشغلت في موضوع النادي والكلام ده كله. تمام. لو انا يعني كان امنيه حياتي. مواليد كام؟ هو مواليد 92. لا عدى 92. بس شكرا. بس ما شاء بس الله يعني. بس برضه لعيب كده زي عبغاني كده. كان عمرو زكي ده، كان عمرو زكي يعني. وبيلعب فين حاليا؟ هو ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله الفتره الجايه هيبدا فتره اعداد ان شاء الله باذن الله مع مينيت سمنود ان شاء الله. ان شاء الله تمام. وان شاء الله باذن الله هيجهز ان شاء الله ويقف على رجله، وربنا يكرمه طبعا. اتمنى اللي هو ربنا يكرمه ان شاء الله حبيبي، ويحاول يعمل حاجه كده من هو باذن الله يعني. ان شاء الله. كابتن اركو برضه يعني كلمنا برضه عن الاكاديميه كبدايه تدريب، يعني دي حاجه كويسه. واللاعبين اللي هم تم تسويقهم لبعض الانديه، عايز ابرز اللاعبين بقى الموجودين عندنا. والله يا كابتن احمد حضرتك عارف ان انا عندي الاعمار اكتر الاعمار عندي سن صغير. سن صغير ده يعني تمام. تاسيس والكلام ده وده اهم يعني، المدرب الكفء اللي هو بياخد الله طبعا. الله يكرمك. فطبعا يعني انت بتشتغل مع العيال الصغير تمام. وبتعمل اللي عليك والباقي على ربنا. اكيد طبعا. يعني في لعيب اصلا من صغره بيطلع موهوب، بس انت في برضه بعض الخامات الجيده. اه طبعا، دي اللي بنتكلم عليها. لا في لعيبه كتير، يمكن عالي البحر حضرتك جبته انا هنا السنه اللي فاتت وحضرتك صادفته، يعني ده من احسن اللعيبه طبعا. لعيب صراحه موجوده في القريه كلها. اه لعيب كويس جدا، وربنا يكرم ان شاء الله. ربنا يوفقنا كده يا رب. طب انا عايز اتكلم بقى عن الاكاديميه، يعني لها وضع خاص، الاعلانات بتاعتها، المدربين، في مدربين تانيين ولا قاصره على عليكم انتوا الثلاثه؟ هي الاكاديميه قاصره على الموجودين، ومعنا بس الكابتن عمر بس مش موجود النهارده طبعا. برضه نديله له حقه برضه. هو اتكلم عليه. الكابتن عبد الغني اتكلم عليه. طبعا لازم. طبعا عامل مجهود ما شاء الله محترم جدا معانا، مش مقصر معانا في اي حاجه بصراحه. هو طبعا واحد مننا وجزء مننا طبعا. اكيد طبعا. فربنا يكرمه طبعا في مشواره طبعا، كان بقى هيكمل ان شاء الله ويرجع ان شاء الله او في تدريب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بالنسبه برضه للاكاديميه طبعا شغالين 3 أيام تدريب في الاسبوع. مقسمينهم 4 فئات عمريه. الملاعب جيده. الملاعب جيد جدا، ملعب مركز شباب. الادوات متوفره. الادوات ما شاء الله عندنا ادوات تكاد تكون مش اهم حاجه الاساسيه. مش موجوده في نادي. طب كويس. يعني عندي مثلا لا يقل عن مثلا 30 كوره. كل لاعب المجموعه ما بتتعداش مثلا 25 لاعب. تمام.
مع المدرب يعني كل لاعب نازل التمرين مع كورته. تمام كويس، دي برضه حاجه كويسه. الادوات تكاد تكون مش موجوده في انديه زي ما قلنا. كابتن اركو بقى حابب توجه شكر بقى خاص في المجال لمين قبل ما اختم بقى؟ والله بشكرك الاول يا كابتن احمد على الاستضافه. تمام وبشكر اخواتي طبعا الكابتن عبد الغني والكابتن وائل، وبشكر كل حبايبي. حبيبي انت من الناس المحترمه جدا وربنا يوفقك كده. طب اخيرا بقى الملاعب هل هتستمر برضه يعني الموسم الاعتزال لسه؟ لا لسه شويه ان شاء الله. خمس سنين كده ان شاء الله بدات ترجع تاني، بدات ترجع احسن من الاول يعني. برضه؟ هو معانا اللي هرجعه، خليه بوست وحش ان شاء الله. كابتن وائل طبعا قبل ما اختم معاك حابب توجه شكر خاص لمين؟ حبيبي يا كابتن، الاول انا بشكر حضرتك جدا بصراحه ان انت اديتنا الفرصه واستضفتنا وان كان عينك علينا الفتره اللي فاتت وشفتنا وشفت الشغل بتاعنا يعني، والحمد لله رب احنا وصلنا لحضرتك وقدرنا نتعاون، واللي يهمني بس ان شاء الله التعاون مستمر يعني ان شاء الله، والكاميرا تجي لنا زي ما انت قلت ان شاء الله باذن الله. حبيبك كابتن عبد الغني برضه شكر خاص لي طبعا. انا شكرتك طبعا في البدايه وبشكرك تاني حبيبي حبيبي الله يخليك. البرنامج وانا سعيد جدا جدا النهارده والله ان انا موجود مع حضرتك. انا اسعد من الناس المحترمه حبيبي والناس المميزه يعني بصراحه يعني. بشكر طبعا حضرتك وبشكر بقى يعني والدتي ووالدي واخواتي طبعا، ربنا يبارك فيهم ربنا يبارك فيهم كده ويديهم طول العمر ان شاء الله باذن الله. في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام الكابتن عبد الغني عمر، شكرا جزيلا كابتن عبد الغني. ربنا يخليك متشكر جدا. وبشكر ضيفي الكريم الكابتن وائل الحلو، شكرا جزيلا كابتن وائل. وطبعا بشكر النجم الكبير طبعا الكابتن محمد الشرقاوي الشهير باركو، شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن احمد شكرا. هنطلع لفاصل ونستقبل اللاعبين جيدين في فقرة مواهب على الطريق، ونستعرض أيضا في هذه الفقرة الأخيرة تشكيل الأجهزة الفنية بنادي المصري اف سي أحد أندية القسم الثاني. طبعا ورجعنا لكم تاني، وانضم الينا لاعبين جيدين مميزين في فقره مواهب على الطريق، اللاعب بلال محمد خلاف مواليد 2002 بنادي المصري اف سي. اهلا وسهلا بلال. اهلا وسهلا. اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله بخير. كله تمام؟ تمام الحمد لله. كله تمام. ومعايا اللاعب نجم لاعب محمد عبد السلام لاعب نادي المصري اف سي مواليد ايضا 2002. اهلا وسهلا محمد. احسن ماشي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. بلال انت مركزك ايه في الملعب بقى؟ فرود. فرود كويس؟ كويس. عايزين اهداف كتير ان شاء الله. ان شاء الله. وانت يا محمد؟ هاف ليفت طبعا. هاف ليفت. يلا ربنا كده يكرمك كده ونلاقي حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. بلال قول لي كده انت يعني اهلاوي لازم الكاوي الاول؟ اهلاوي. اهلاوي حته واحده؟ حته واحده. ماشي. وانت محمد؟ اهلاوي برضه. برضه ايه حكايتكم معانا؟ ماشي. الاهلي في القلب. في القلب ها؟ ماشي. بلال كلمنا كده عن برضو بدايتك في الكوره قبل طبعا ما تروح طبعا اكاديميه زجوه زي اكاديمي. طبعا بدايتك كانت في الاول. بحب اشكر طبعا ليا الشرف ان انا موجود مع حضرتك النهارده. حبيبي حبيبي. ثانيا بشكر الباشمهندس احمد احمد توجيه انه كان بيديني دافع معنوي. تمام. في الاول انا بدات في ميجا سبورت. تمام. لعبت فيها سنه وقعدت بقى تمام. يعني لحد بدات في ميجا سبورت وانضميت طبعا زي اكاديمي. تمام. وتم تسويق من خلال الاكاديميه. شغل كويس وحاجه كويسه كده. استفدت فعلا؟ ايوه استفدت. تمام. محمد عبد السلام بدايتك فين بقى؟ بدانا في نادي المنصوره. تمام. في الناشئين وكابتن مرتضى احمد توجيه ادانا دفع معنوي. تمام. ادانا دفع معنوي خلينا يعني نهتم بالكوره ونحبها يعني. تمام. استفدتوا بقى في اكاديميه زي اكاديمي؟ استفدنا من اكاديميه تحت اشراف الكابتن عبد الغني عمر والكابتن وائل. تمام. طيب يعني اتكلمنا بالليل كده برضو عن يعني تطلعاتك في الفتره المقبله يعني حاطط هدف عايز توصله فين؟ ان شاء الله انا بضغط لفريق اف سي مصر. اف سي وان شاء الله هعمل موسم كويس ان شاء الله وربنا يوفقني. ان شاء الله. تطلعاتك بقى يعني منتخب مصر كده عايز تنضم للاهلي ولا الزمالك؟ ان شاء الله الاهلي. يعني لو قال لك الزمالك هتقول لا؟ ان شاء الله الاهلي. برضه مصمم؟ طيب يا رب نشوفك في الزمالك. ان شاء الله. وانت محمد عبد السلام كده؟ تطلعاتنا ان شاء الله احنا نصعد ان شاء الله مع
نادي اف سي مصر باذن الله، ونلعب في الممتاز باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ونشوفه كده باذن حاجه كويسه كده ان شاء الله. يا ريت لو نحضر الصور بتاع تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه لقطاع الناشئين بنادي المصري اف سي. بلال كلمني عن يعني حياتك كلاعب، استفدت استفاده طيبه، استفاده تربويه طبعا، عدلت من سلوكيات بعض الاخطاء، يعني في استفاده في كل شيء. انا في الاول ابتدات اللعب من 14 سنه ومن 8 سنين تمام، وبدات اللعب مع الناس الاكبر مني 14 سنه. يا كابتن عبد الغني عمر تمام بدا يديني خبرات وثقه طب نرى الصور طبعا الكابتن احمد الفخراني طبعا من الشخصيات الجميله، ومرن في العديد من الانديه، نادي مزارع المغربي ونادي العاب دمنهور وانديه بالمملكه العربيه السعوديه وبدوله اليمن الشقيقه. طبعا له باع في التدريب الرياضي. وطبعا الكابتن احمد طبعا رئيس قطاع الناشئين بنادي المصري اف سي. طبعا الكابتن عمار طلعت من المدربين الاكفاء، طبعا المدير الفني لمواليد هو كابتن ايمن، طبعا من المدربين المميزين جدا، وطبعا مدير فني لمواليد 2003 بنادي المصري اف سي. الكابتن صلاح عاطف مدير فني مواليد 2007 من المدربين الاكفاء اللي موجودين داخل قطاع الناشئين بنادي المصري. طبعا الكابتن فريد الجزار طبعا معلق التلفزيون المصري طبعا، وهو طبعا المنسق الاعلامي لقطاعات الناشئين. اللاعب الجميل لاعب عمر الصبري، موهبه جميله جدا، موهبه فذه، نتنبأ له بمستقبل طيب، مواليد 2007. اللاعب عبد الهادي السلامه برضو ايضا مواليد 2007، من اللاعبين المتميزين اللي بيمتازوا بالاداء الرجولي داخل الملعب، ومساك غلس بمعنى الكلمه، يعني بنيانه قوي حاجه كويسه، وان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب. اللاعب طبعا احمد معاذ من حراس مرمى او حارس مرمى 2007، من الحراس المتميزين داخل القطاع. طبعا ليه تعليق بس، ده اللوجو بتاع النادي المصري السلوم اف سي اللي هو صعد للممتاز به، هو شبيه للنادي المصري البورسعيد، ولكن مكتوب المصري السلوم اف سي على الهوا، ما فيش المصري البورسعيدي، عشان بس ما يؤولش تأويل خطأ. طبعا تاريخ الانشاء 2006، اما النادي المصري بورسعيدي الانشاء 1920، ده بيلعب في الممتاز الف وده في الممتاز به، عشان بس ما يبقاش في تأويل من الفلاسفه اللي قاعدين قدام السوشيال ميديا قاعدين كده اللي ايه اللي مش عارف. الله يسلم الحال. لو في صور اتفضل اعرض. الكابتن محمد الجزاوي المدرب العام لفريق ال 2005، طبعا من الناس المحترمه. الكابتن محمد السبكي المدير الفني ل 2001. الدكتور خالد الجمال المدير الفني لمواليد 2005 بقطاع الناشئين. طبعا الكابتن علي نبيل طبعا منسق اعلامي بالقطاع، من الشخصيات الجميله المحترمه في المجال الاعلامي. الكابتن محمد بيبو المدير الفني لمواليد 2004 بقطاع الناشئين بنادي المصري. كابتن اشرف هاشم المدير الفني لمواليد 2006 بقطاع الناشئين بنادي المصري اف سي. طبعا الكابتن وجدي علوة طبعا المنسق الاعلامي ايضا، من الشخصيات الجميله الاعلاميه الموجوده في المجال. لاعب عمر صبري وهو بيمضي وبيوقع على انضمامه لنادي المصري اف سي. طبعا الجميل الاستاذ اسلام محمد طبعا المنسق الاعلامي ايضا معانا، طبعا من الشخصيات الجميله الاعلاميه. الاستاذ احمد عبد السلام العربي من الشخصيات الجميله. طبعا ده لبس النادي الجديد، حاجه مفرحه، حاجه كويسه شفناه صراحه، حاجه ممتازه، عاملين شكل حاجه كويسه، انفراد وتصميمات جيده، ان شاء الله تليق باذن الله لجميع اللاعبين. كابتن سلامه طبعا كابتن سلامه من الاداريين النشطين، وطبعا من الاقدم اداري في مصر، وطبعا ليه باع طويل معانا بقاله فتره يعني كبيره معانا. الكابتن محمد بيبو المدير الفني بقطاع الناشئين بنادي المصري.
ده برضو اللطقم، اربع اطقم برضو عشان نبقى احنا عارفين اللطقم اللي جاد ده. اللعيب من اللعيبه المميزه جدا في الصعيد، اللاعب مصطفى محمود، لعيب موهوب جدا باسيوط، الكابتن رمضان بيه عبد العال، طبعا من المدربين المميزين في محافظه اسيوط وبالاخص ديرود، الاداريه الكابتن ندى، طبعا من الاداريين النشطين داخل القطاع. طبعا ده تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه والاعلاميه بقطاع الناشئين بنادي المصري اف سي، اللي ان شاء الله هيكون له طفره جيده باذن الله ومكانه في دوري الممتاز به باذن الله. بلال عايزك برضو تتكلم عشان انا قطعتك بالنسبه لتطلعاتك ان شاء الله المستقبليه باذن الله، وهدف اللي انت عايز توصله وحاطط يعني هدف عايز توصله، يعني عايز اتكلم عن الهدف ده انت باصص له من اي وجه من اي زاويه. ان شاء الله انا بدات العب في اف سي وهعمل موسم محترم، وان شاء الله نعمل نلعب في الممتاز به، وبعد كده ان شاء الله لو ان شاء الله ان انت تصعد للدرجه الاولى في الاول، ولا الاقتصار على الفريق الاول الناشئين بس؟ لا ان شاء الله نلعب في الاول. تمام. محمد عبد السلام برضو كلمني برضو نفس النظام بالنسبه لهدفك، يعني الاقتصار على الناشئين ولا للدرجه الاولى؟ ان شاء الله نصعد ان شاء الله مع نادي اف سي الممتاز باذن الله. ان شاء الله باذن الله نشوفه حاجه كويسه. طيب معايا اتصال تليفوني الكابتن احمد دودار مدير قطاع البراعم بنادي المصري اف سي. اهلا وسهلا كابتن احمد. اهلا وسهلا كابتن، اخبارك يا كابتن احمد؟ عامل ايه؟ والله بخير يا حبيبي الحمد لله. البدايه امتى ان شاء الله كابتن احمد؟ منورين الحلقه والكباتن منورين اللي مع حضرتك. حبيبي يا كابتن احمد، البدايه امتى ان شاء الله كابتن احمد؟ ان شاء الله بكره البدايه باذن الله بالنسبه للمصري الاف سي في الملعب الرئيسي، الملعب الساحل. الساحل ان شاء الله في عبود باذن الله. الملعب الرئيسي ولا الفرع يا كابتن؟ الفرع ان شاء الله. ان شاء الله تمام، اتفضل يا كابتن احمد. احنا بالنسبه للقطاع البراعم يا كابتن تشرفنا طبعا بكابتن شادي المشايخ المشرف العام على القطاع، مدرب في نادي السعوديه. تمام تمام. ومعانا في المركز الاعلامي للصفحه الكابتن احمد الورائي. تمام. بالنسبه للبراعم تمام معانا كابتن احمد كريم وليد 2008، تشكيل بتاع المدربين يا كابتن للفرق كلها سريعا كابتن بيبو 2008. تمام. معانا كابتن احمد الصاوي 2010، والكابتن اشرف هاشم 2009، معانا كابتن سعيد مدرب حراس مرمى، معانا الدكتور مصطفى عبده اخصائي اصابات ملاك، معانا الدكتور محمد راشد، معانا كابتن امنيه مديره عام الكره. تمام. بالقطاع معانا كابتن ياسمين 2013، وان شاء الله باذن الله كابتن احنا عاملين اختبارات بكره ان شاء الله في الساحل باذن الله في ملعب الساحل ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله احنا بالنسبه للمدربين الموجودين متفقين وعاملين برنامج سنوي بالنسبه للاعيبه ان شاء الله باذن الله، ومختارين كان في الاسبوع اللي فات كان في اختبارات برضه كابتن اتعملت في المؤسسه العماليه. تمام. اخترنا بعض اللعيبه المميزه، وان شاء الله الاختبارات الرئاسيه بالنسبه لفرع النادي المصري في سي ان شاء الله بكره باذن الله موجوده البرامج كلها من اول 2008 لغايه 2013. شكرا جزيلا كابتن احمد دودار مدير قطاع البراعم بنادي المصري اف سي. بلال في ختام هذه الفقره يعني حابب تشكر توجه شكر خاص لمين؟ احب اشكر الكابتن عبد الغني عمر انه بدا ان هو يعني اداني دافع معنوي من البدايه، وان شاء الله نحقق دلوقتي، والكابتن وائل الحلو حبيبي. حابب تشكر مين يا محمد؟ نشكر الكابتن عبد الغني عمر والكابتن وائل الحلو اللي هو ادانا دافع كبير لنظام كره القدم باذن الله ونظام لنادي اف سي مصر. ربنا يوفقك كده. وطبعا في ختام هذه الفقره فقره مواهب على الطريق بحب اشكر طبعا اللاعبين الجيدين المميزين اللاعب بلال خلاف مواليد 2002 واللاعب محمد عبد السلام مواليد 2002 ايضا. ان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 12 باذن الله وبرنامجكم برنامج بلاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.